أهلا بكم من جديد. أعلن العاملون في الجامعة العمالية فض اعتصامهم الذي استمر 10 أيام بعد التوصل إلى اتفاق بين العاملين ممثلين في لجنتهم النقابية وبين الإدارة ممثلة في نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك برعاية وزارة القوى العاملة وجهاز الأمن الوطني حسب ما جاء في البيان. وشمل الاتفاق سداد أجور العاملين وسداد كافة ديون المؤسسة. مشاهدة مزيد من التفاصيل. وافق مجلس الوزراء بالأمس الأربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. ونص القرار على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. موافقة حكومية مبدئية على مشروع قانون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي على أن يتم التوافق لإقرارها بشكل نهائي في اجتماع قادم بين الوزارات المعنية. وفي حالة الموافقة النهائية على القانون المثير للجدل تنتهي سنوات من عدم اليقين التي رافقت المناقشة حوله. يعود مشروع القانون إلى عام 2016 حيث تم طرحه من قبل ائتلاف دعم مصر لوضع شروط تأسيس الجمعيات الأهلية، إلا أن كثيرا من الأصوات الحقوقية بالداخل والخارج هاجموا مشروع القانون في صورته الأولى بسبب الشروط الصعبة والتعسفية، بالإضافة إلى العقوبات التي تصل إلى الحبس. وعلى الرغم من ذلك وافق البرلمان عليه ليتم إرساله إلى الرئاسة ويتم التصديق عليه بالفعل عام 2017، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر. وبعدها بعام طالب الرئيس السيسي بتعديل بعض مواده وعرضه أمام الحوار المجتمعي في ظل تكهنات بضغوط دولية، وتم إجراء بعض التعديلات عام 2019 منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية به وتسهيل بعض شروط إنشاء الجمعيات غير الحكومية. ينضم إلينا من جنيف عبر خدمة سكايب محمد زارع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سابقا. أهلا بك معايا أستاذ محمد، وخلينا نبدأ من حيث الشكل. الحقيقة إن الشكل القانوني، إن القانون ده مر بمراحل ما شفناهاش حصلت مع القانون قبل كده. يعني في البداية يتم إصداره والرئيس ما يوقعش عليه ويطالب هو بنفسه إن هو يتغير وإن هو يتم تعديله، وبعد كده يتم إصداره مرة تانية ويتم تصديق عليه، ودلوقتي بنتكلم في اللائحة التنفيذية. إيه تفسير المراحل دي؟ يعني من 2016 من وقت إصدار القانون في البداية خالص حتى الآن وهو مجمد ما يتمش أي العمل بيه، ايه تفسير المشهد ده؟ هل هي ضغوط خارجية فعلا؟ لا، هو كان طبعا في قانون سنة 2017، وكان قانون سيء للأسف الشديد، وكان في تحفظ عليه كبير. لكن طبعا في 2019 الدولة يعني أو رئيس مبارك قرر إنه يعمل قانون جديد، وفعلا عمل قانون آخر جديد اللي هو قانون رقم 149
لسنة 2019، وصدر في 19 أغسطس في 2019. كان مفترض أن هذا القانون يعني طبقا لنص المادة السابعة منه أنه تتعمل لائحة تنفيذية وتخرج خلال 6 شهور، فكان مفترض أنها تخرج قبل يوم 19 فبراير 2020. بدون سبب وبدون يعني أسباب ممكن تكون معلنة، تم تأخير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وخرجت فقط اليوم أو بشكل مبدئي اليوم. ده معناه أنه في تأخير في إصدار تلك اللائحة أكثر من 8 شهور. فأتصور أنه القانون مر أو القوانين بتاعت الجمعيات مرت بمراحل مختلفة، وطول الوقت في جدل ما بين المجتمع المدني واستقلاليته وما بين سيطرة الإدارة عليه. وأتصور أنه في النهاية الإدارة ما زالت تسيطر على كل المجتمع المدني في كل بنود هذا القانون. طب ماذا عن المضمون؟ يعني دون من حيث الشكل، لكن ماذا عن المضمون؟ ايه تقييمك للقانون؟ هل اللائحة التنفيذية ممكن فعلا تسهل عمل مؤسسات المجتمع المدني؟ أشك إن اللائحة يعني تخرج وتساعد المجتمع المدني على إنه يشتغل بحرية، لأنه الطريقة اللي تم بيها إقرار القانون كان بعيدا تماما عن حوار مجتمعي. وحتى لما حصل بعض الحوار المجتمعي مع بعض المنظمات والمؤسسات، خرجت يعني بعض الأصوات، الأشخاص اللي شاركوا في الحوار قالوا إن تم الاستجابة ل 80 و90% من الحوار المجتمعي. يعني حتى الحوار المجتمعي من المقربين من السلطة، السلطة لم تستجيب له. حتى ان المجلس القومي لحقوق الانسان خرج وقال بيان واكد فيه على بعض المواد اللي محتاجه للتعديل، وكان فيه وعود انه اللائحه تخرج وتحسن الوضع، لكن احنا ما نعرفش اللائحه فيها ايه لانها خرجت ايضا بدون حوار مجتمعي. فده معناه انه يعني اي حد هيخرج ويتكلم ويجزم ان في تطور للامام او رجوع للخلف، ما اظنش انه هيكون صادق، لانه حتى تلك اللحظه ما فيش حوار مجتمعي، ما فيش لائحه تم إعلانها، مفيش بنود للائحة، والعكس كمان إنها خرجت متأخرة 9 شهور. فكل تلك الأشياء تخلينا أمام يعني وضع غير واضح، وإنه أي حديث بشكل جازم ما أظنش إنه يكون صحيح. طب هل احنا لما بنتكلم عن مؤسسات المجتمع المدني بنتكلم عن سياسيه فقط، ولا بنتكلم عن الجمعيات الاهليه اللي بتخدم بتمس اللي بتخدم خدمات كتيره جدا بتمس حياه المواطن بشكل عام؟ طبعا السؤال ده مهم جدا، لانه احنا بنتكلم عن المجتمع المدني بمعناه الواسع، اللي فيه مؤسسات خدميه او مؤسسات يعني شغاله على حقوق الانسان. انا اتصور انه رئيس الجمهوريه في اكثر من مناسبه طول الوقت بيحاول انه يعمل يعني توجيه وتوصيات، انه المهم عنده هو التعليم والصحه والبطاله والعمل. يعني هو طول الوقت بيتكلم على تلك الأشياء، إن ده المجتمع المدني. وفي أكثر من مناسبة مع رؤساء الدول كان بيتكلم على أهمية دعم المجتمع المدني في قطاعات التعليم والصحة. لكن طبعا يعني خلينا نقول المجتمع المدني بمعناه الواسع، اللي فيه منظمات حقوق إنسان اللي معظمها ليست مسجلة، وهو ده المهم في القادم. لأنه بصدور اللائحة يجب على كل المنظمات اللي بتمارس العمل الأهلي إنها توفق أوضاعها خلال عام. أظن هو هذا هو مربط الفرس. خلال هذا العام أظن إن المجتمع المدني اللي هو بيمارس العمل يعني الحقوقي الدفاعي، اللي بيتكلم على أوضاع حقوق الإنسان وبيتكلم على السجون وبيتكلم على التعذيب وبيتكلم على عقوبة الإعدام وأوضاع حقوق المرأة إلى آخره، معظمه لم يكن مسجل. أظن أنه واجب عليه في خلال السنة القادمة أنه يسجل نفسه كمنظمات يعني مسجلة، يبقى جمعية مسجلة. وأنه خلال تلك السنة أنا أظن أنه هيتابع من الإدارة اللي هي وزارة التضامن الاجتماعي، وده أظن جزء من القانون واللائحة، يعني ده اللي بينظم المسألة. فأنا أتصور أنه ربما هذا القانون أو تلك اللائحة بصدورها بتحمل احد فرضين، اما انه الفتره اللي جايه فتره مواجهه مع المجتمع المدني، او ان الفتره اللي جايه فتره انفراجه مع المجتمع المدني. يعني هل الدوله هتسمح للمجتمع المدني بمعناه الواسع والمنظمات الحقوقيه انها تشتغل، ولا هيتم تكبيلها وتقييدها وغلقها ومطاردتها ويعني أسئلة كده على الأيام اللي امثالها؟ جاية تجيب عليها يا أستاذ محمد. بنشكرك، كنت معنا من جنيف عبر خدمة سكايب. محمد زارع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سابقا، شرفتنا يا فندم.